ما بين الغناء والسينما والدراما، مجموعة من المشروعات الفنية الجديدة ينشغل بها النجم خالد سليم ويعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة. في لقاءنا معاه كلمنا خالد عن سبب غيابه عن السباق رمضان السنة دي، وأوضح كمان عن مصير فيلمه 2 في 1 بعد توقف تصويره الفترة الماضية. الفنان خالد سليم استطاع خلال السنوات الماضية أن يثبت أقدامه كممثل، وده من خلال عدد من الأدوار المميزة اللي قدمها، أبرزها جبل الحلال بعد البداية مع مأمون وشركاه، ومؤخرا اختيار إجباري، إلا أنه لم يعرض له أي أعمال في رمضان، فما الأسباب؟ اختيار إجباري بدأنا تصويره في آخر شهر 6/2016، خلصنا تصويره في شهر 3/2017. أخش إزاي رمضان؟ غير كده النجاح ده ما كانش ينفع ان هو مستوى ينزل شوية بأي شكل من الأشكال. انا مش عيد ولا كلمة من اللي مالك قالها، بس اقسم بعز الجلال الله لو ما سمعتنا احنا الاثنين حاجة تقنعنا لضربك على الاتموت. وهل عرض مسلسل اختيار اجباري بعيد عن الموسم الرمضاني اتاح للجمهور فرصة متابعته بعيدا عن الزخم الرمضاني؟ مسلسل يتعرض في موسم غير موسم رمضان بياخد حقه تماما مع الناس كمشاهدة، والناس بتتفاعل معاه أكتر. في دراما رمضان هناك أكثر من عمل حاز على إعجاب خالد سليم. حلقة الدنيا كان مؤثر جدا، عجبتني الفكرة وعجبتني الجرأة. مسلسل كلبش يعني كرارة بصراحة ما شاء الله عليه، خطوات ثابتة جدا ووصل اللي هو عايزه ولسه أكتر إن شاء الله. هو حبيبي وأخويا جدا عدلي، أنا بحب الأستاذ عادل وبحب الأستاذ رامي إمام جدا وبحب شغله. خالد سليم لرأي حاسم في برامج المقالب اللي بيرفض الظهور فيها تحت أي مقابل. أنا ضد ده جدا، يعني ضد إن البرنامج يطلع أسوأ ما في الفنان. ملعون أبو الفلوس اللي ممكن تهين الفنان أو تهين أي حد، بعرف بطريقة أو بأخرى، بس كان ليها طريقة في الرفض. خالد بيشارك حاليا في فيلم 2 في 1، وكان من المفترض عرضه في عيد الفطر. قبل ما اتكلم عن فيلم 2 في 1، عايزين بس ندعي للأستاذ لطفي لبيب ان هو يقوم بالسلامة، لان هو تعرض لوعكة صحية الفترة الأخيرة، فأهم حاجة ان احنا ندعي له ان هو يقوم بألف سلامة ويكون ان شاء الله على أكمل وجه، وإن شاء الله نبدأ نكمل تصوير، فاضلنا تقريبا 5 أيام تصوير. أما عن تفاصيل الدور اللي بيأديه خالد سليم في فيلم 2 في 1، شخصيتي شخصية مهندس ناجح جدا في شغله، وفي نفس الوقت عنده مشكلة التعامل مع المجتمع، مش عارف يتأقلم مع المجتمع، ومش عارف يكون ليه شأن أو مكان، مش عايز يبقى متواجد. بيضطر إن هو يطلع رحلة مع جده اللي هو المفروض لطفي لبيب، اللي هو ما بيحبوش وما بيفضلوش ومش عايز يشوفه ومش عايز يقعد معاه، بيرجع من الرحلة دي مختلف تماما. أما على الصعيد الغنائي فانشغال خالد بالتمثيل لم ينسي أنه مطرب بالأساس. الغنائي في عندي 3 أغاني هيبقوا ضمن أحداث فيلم 2 في 1، ده مهم برضو أن في الفترة اللي جاية هبقى عامل ستريس قوي على الدراما أو الفيلم السينما، ولازم يكون فيه أغاني، لازم أستغل وجود برضو المطرب في السينما. 3 أغاني دول إن شاء الله هيكونوا جاهزين قريب قوي. غير كده بدور على هيت إن شاء الله أنزل بيها كسنج في الفترة اللي جاية. دي واقعة مني في رجلي، عمري ما شفت حاجات من دي، والحكاية كده الحكاية كده الحكاية كده كده الحكاية كده كده الحكاية كده عالي العالي.